السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا lessons 5 and 6 في unit 3. هنبدأ مع بعض بالكلمات زي ما احنا عارفين. happiness, happiness يعني سعادة. however, however يعني ومع ذلك. firstly, firstly. summarize, summarize. خلي بالكم ان اغلب الكلمات اللي في الليسون هنا بنستخدمها في الباراجراف، مفيدة جدا في الباراجراف زي however, firstly، وهنشوف حاجات تانية. tourist attraction, tourist attraction. furthermore برضو عاملة زي and كده، بس بنربط بيها بين الجمل وبتكون ذات ربط قوية، تبقى حلوة جدا لما تكتبها في الباراجراف. furthermore علاوة على ذلك، ونكون هنكمل كلامنا. in addition زيها برضو. conclude دي بنختم بيها الباراجراف. عندي introduce greetings language situation adult introductions. خلي بالكم دي اسمها introduce، انما دي introductions، وانا شارحه في فيديو هتلاقوه في قائمه اسمها معلومه على السريع، او في الشورتس الفيديوهات الصغيره شارحه امتى سي تتنطق سي وامتى تتنطق كي. daughter حسب ما تنطقوها، عشان النطق الامريكي التي بتتنطق دي خفيفه. repair invite extra بس مش اكس اكس ايه بتقولها زي اكسترا، لا extra contrast builder anymore conclusion contact wind surfing result هيزا او هيزا اللي هي الجزيرة، اسم جزيرة هناك هيزا او هيزا. هنا الافعال المضارع والماضي meet met خدناها كذا مرة. become say said write wrote written choose الافعال في كتير منها بيبقى مكرر. هنا الكلمات بقى الحاجات اللي بقول لكم عليها اللي زي نستخدمها in addition to in addition و farther more و however، انا شرحهم في ملخص يونت 3 بس اقولها لكم على السريع. in addition to لو حطيت to احط اسم بعدها او فعل زاد ing بعد to، في in addition بحط اسم او فعل زاد ing. طب لو شلت to in addition بتزعل، لو شلت منها to in addition بتزعل، فحط جملة كاملة فاعل وفعل وعوضها عن to اللي انا اخدتها منها. يبقى in addition to بيجي وراها اسم او فعل زاد ing. شلت to الكلمة زعلت، اعوضها ازاي؟ احط لها جملة كاملة فاعل وفعل. تمام. furthermore زي ما قلت لكم علاوة على ذلك، ودي بقى بستخدمها لما بكون عايزة اكمل كلامي، زي هنا مثلا it will make our library look exciting، يعني هيخلي المكتبة تكون جميلة جدا. furthermore علاوة على ذلك، وبيجي بعدها comma the library will become a tourist attraction، والمكتبة كمان هتبقى مكان جذب للسياح. تمام. ف furthermore عاملة زي and شوية. however عاملة زي but، معناها ومع ذلك او بالرغم من ذلك او لكن. يعني ممكن اقول ايه، he is strong but he can't carry the box، هو قوي بس لكن، او بس زي ما احنا بنقولها بطريقتنا احنا، بس مش قادر يشيل البوكس الصندوق. ممكن اقولها ازاي؟ he is strong واحط النقطه، يبقى كده الجمله الاولانيه خلصت. سوري. however he can't carry the box، وبالرغم من ذلك برضه هو مش قادر يشيل البوكس. هنا طالما حطيت نقطه يبقى جملة جديدة، يبقى أبدأ however بحرف capital خلي بالكم وبعدها كومة. طب امتى يا مس تبقى حرف small؟ لما تبقى قبلها كومة وبعدها كومة. لما احط كومة يعني الجملة ما خلصتش، انا لسه هكمل كلامي، فما ينفعش احط حرف capital. لكن انا حطيت capital ليه؟ علشان بدأت جملة جديدة. تمام. فهنا طالما حطيت نقطة أبدأ بحرف capital جملة جديدة however واحط كومة، طالما قبلها كومة يبقى حرف small واحط بعدها كومة. تمام. كله نفس المعنى. formal و informal دي مهمة جدا، معناها اللغة الرسمية واللغة الغير رسمية. يعني ايه يا مس؟ يعني بالعربي بتاعنا احنا اللغة الفصحى واللغة العامية. الفورمال اللغة الرسمية اللي هي اللغة الفصحى بتاعتنا احنا. في الانجليزي عندهم اللغة الرسمية بتبقى لغة صحيحة، القواعد بتاعتها صحيحة وكل حاجة فيها مظبوطة. الانفورمال اللي هي اللغة الغير رسمية زي عندنا احنا اللغة العامية، بتكون فيها اخطاء كتيرة في القواعد، وبتسمعوها في الافلام. لو يعني في ناس بتسمع افلام اجنبي هتلاقي في قواعد مش هي زي ما انتوا دارسينها، لان دي اللغه العاميه. فاللغه الفورمال اللي هي اوفيشال لانجوج دي اللي هي اللغه الرسميه.
When I send an email to a company, لما أبعت إيميل لشركة, I write in a formal language. أنا بكتب بلغة رسمية. إنما الانفورمال اللغة الغير رسمية أو unofficial language, مش official, official, unofficial language. I use informal, مش formal, informal language when I write letters or emails to my friends and family. لما أكون بكتب جواب لأصدقائي أو للعائلة, طبعا بكتب بلغة غير رسمية. لكن هنا في اللغة الرسمية بكتبها مع أشخاص ما أعرفهمش, مع شركات, مع مؤسسات والحاجات دي. طيب لو عايز أنهي المقال بتاعي أو عايز أقول أفكار, لو عايز أبدأ المقال بتاعي ممكن أقول firstly أو to start with لنبدأ بي أو أولا. ولو حطينا firstly ممكن نكمل نحط secondly, thirdly, يعني ثانيا, ثالثا, وهكذا. دي to conclude يعني للختام, دي بختم بيها. زي to summarize, و to summarize بنختصر نقول to sum up, دي برضو معناها اختصارا أو عشان نختم ونختصر الباراجراف. تمام, تعال نشوف حروف الجر عشان مهمة جدا. introduce to بيقدم شخص لشخص. give reasons for بيعطي أسباب لحاجة. nice to meet you من اللطيف إن أنا أقابلك. match with بيوصل حاجة بحاجة, أو ممكن برضو حاجة تانية بس هجيب لكم معناها بعد شوية, يعني ليها معنى تاني في match اللي هو لما بنلصق الألوان مع بعض, بس خليها لما تيجي. please contact me من فضلك اتصل بيا. the problem with المشكلة فيه. answer to إجابة لي. write a conclusion بيكتب ملخص للحاجة, حتى ممكن تلاقوا في سؤال القطعة write a conclusion يعني اكتب ملخص. a friend of yours أو mine كل ده صديق لك أو لي, yours يعني لك, mine يعني لي. in the same football team, in the same football team يعني في نفس فريق كرة القدم. look old بيبدو قديم أو ممكن عجوز, يعني أنا بقول على أساس مثلا بيبقى حاجة قديمة, بقول على شوز, على شنطة, على أي حاجة أقول عليها look old يعني حاجة قديمة, على شخص يبقى عجوز طبعا مش قديم. at our community meeting في لقاء مجتمعي. decide to يقرر أن. look like يشبه. add extra information بيطلب مزيد من المعلومات أو بيضيف مزيد من المعلومات, بيضيف sorry يضيف مش يطلب. give contrasting information بيعطي معلومات متناقضة, contrasting. clean up بينظف. work in a project بيعمل على إنجاز مشروع. invite to بيدعو شخص الحاجة. the front door door اللي هو الباب الأمامي. تعال نقرا المحادثه دي كمان بالمره على السريع بين فارس وعمر. فارس هاي ذير عمر. عمر قال له هلو فارس. فارس قال له دو يو نو ماي كازن ادم, انت تعرف صديقي ادم, ابن عمي سوري ابن عمي ادم. عمر قال له نو اي دونت. فارس قال له ادم ميت عمر, يعني يا ادم يعني بقدمهم لبعض, واحد اسمه فارس وواحد اسمه عمر بيسلموا على بعض زي هنا بيقابلوا بعض مثلا فبيعرفوا على ابن عمه, بيقولوا انت تعرف ابن عمي ادم, قال له لا, راح قال له ادم ميت عمر, عمر ميت ادم, زي ما بنقول احنا بالعربي يا عمر ده ادم يا ادم ده عمر. عمر قال له نايس تو ميت يو ادم. ادم طبعا هيرد عليه يقول له ايه نايس تو ميت يو تو. طب تعال نشوف هنا سميره وعلا. سميره قالت هاي ذير علا. علا قالت لها هلو سميره هاف يو ميت راندا, شفت راندا قبل كده؟ راحت قالت لها هاف يو ميت, المضارع التام هناخده بعد شويه في الوحده الرابعه ان شاء الله. شي هاز جاست, شايفين هنا الابوستروفي اس, يا اما تبقى از يا اما تبقى هاز. طب هعرفها ازاي؟ لو بعدها تصريف ثالث للفعل يبقى هاز. فهنا شي هاز جاست ستارتد, ستارتد از مش هيجي بعدها ستارتد, مش هيجي بعدها الماضي. working at our office دي لسه شغاله جديد معانا في المكتب يبقى دي طبعا هاز. سمعت لها نو وي هافنت ميت, احنا ما اتقابلناش قبل كده. اتس ا بليجر تو ميت يو, من دواعي سروري ان انا اشوفك. راندا قالت لها بليز تو ميت يو تو سميره, انا كمان سميره. خلي بالكم الحاجات دي علشان بتفيدكم جدا في المحادثه. ساره ولامار. ساره تقول جود مورنينج ايد لايك تو انتروديوس ماي سيلف, انا عايزه اقدم نفسي. اي ام ساره, انا ساره. اي ام يور نيو نيبر, انا جارتك الجديده. لامار قالت لها بليز تو ميت يو ساره. اي ام لامار, انا لامار. اني ذس ماي ماذر, ودي مامتي. مسز منصور, مسز منصور يعني يعني باباها اسمه منصور, فهمه يعني لامار دي باباها اسمه منصور, فبيتقال كده بيتقال في الاجنبي يعني او في الانجليزي لما اقول مسز منصور معناها مرات منصور, فاهمينها يعني مدام الاستاذ منصور, زي ما احنا بنقولها احنا في العربي كده دي مدام الاستاذ احمد, يعني مرات الاستاذ احمد مش هي اسمها الاستاذ احمد, فاهمين؟ فهنا مسز منصور يعني مرات الاستاذ منصور, يعني هي باباها بابا لامار ده اسمه منصور. ساره قالت لها بليز تو ميت يو بوث, انا سعيده ان شفتكم انتوا الاثنين. بوث فاكرين بتيجي في الاخر. راحت مامة لامار ردت قالت لها اتس ا بليجر تو ميت يو تو ساره, احنا سعيدين ان احنا شفناك ايضا ساره. ويلكم تو اور نيبرهود, اهلا بيكي في الحي بتاعنا.
هنا ليلى والكلاس. ليلى بتقول للفصل كله يعني مسز ليلى بتقول جود مورنينج كلاس، I'd like to introduce myself، انا عايزه اقدم نفسي، I am your new teacher، انا مدرستكم الجديده مسز ليلى. الفصل قال لها جود مورنينج مسز ليلى. هنا فاذر وهبه، الاب بيقول هبه I'd like to meet our new neighbor مستر باهر، انا عايز اقدم عايزك تشوفي جارنا الجديد الاستاذ باهر او مستر باهر بيعرفها عليه. فهي بقت له بليز تو ميت يو مستر باهر، سعيد ان انا شفتك او بكل سرور ان انا شفتك مستر باهر. فباباها بيقدمها طبعا، قال له ذيس ماي دوتر هبه، دي بنتي هبه، قال لها بليز تو ميت يو تو هبه، انا سعيد كمان ان انا شفتك يا هبه. هنا حمدي وباسل، هاي باسل دو يو نو ماي فريند عماد، تعرف صديقي عماد؟ باسل قال له نو اي دونت، لا ما اعرفوش. فحمدي قال له باسل ميت عماد، وي ار ان ذا سيم فوتبول تيم، احنا في نفس فريق كره القدم. قال له نايس ميت يو عماد، قال له نايس تو ميت يو تو، وانا كمان سعيد اني شفتك. انا هنا يا جماعه الحل بتاع الكتاب المعاصر انا حلاه كله، هنا مفيش حاجات، مفيش جرامر في الدرس ده، مفيش غير عندكم بيكاز وسو شرحها قبل كده بس هقولها لكم برده على السريع. بصوا يا جماعه هقولها لكم بالعربي بالعاميه كده عشان ما تتلخبطوش فيها. بيكوز انا بعتبر ان معناها اللي هو كده علشان، مش هي معناها لان او بسبب، بالعاميه علشان. سو علشان كده يعني ايه يا مس؟ يعني واحد عيان فبيقول انا كنت عيان نقط ما روحتش المدرسه، هقول علشان ما روحتش المدرسه ولا علشان كده ما روحتش المدرسه؟ الواحد لما بيكون عيان بيكون عيان عشان ما راحش ولا عشان كده ما راحش؟ فاهمني؟ فانا لو حد سالني مثلا بيقول لي انت ما رحتش المدرسه ليه، اقول لهم ده انا كنت عيانه علشان كده ما رحتش المدرسه، علشان كده اللي هي سو لذلك. بالعربي بتاعنا بنقولها علشان كده، زي هنا مثلا سو سوها ستايد اب ليت، سوها سهرت الوقت متاخر، سو علشان كده شي كادنت جيت اب ايرلي، عشان كده ما قدرتش تصحى بدري، علشان كده، مش علشان ما قدرتش تصحى بدري، لا عشان كده. لكن هنا مثلا هبه دازنت لايك لونج باس جيرني، ما بتحبش الرحلات الطويله بالاتوبيس، بيكوز شي جيتس بورد، عشان هي بتشعر بملل، علشان هي بتشعر بملل، مش علشان كده، لا علشان، علشان هي بتشعر بملل، تمام؟ فده الفرق بين بيكوز وسو. عندي ويتش، ويتش معناها الذي او التي لما بتيجي في نص الكلام، يعني لما اقول هنا ذا ايجيبشن فوتبول تيم بيت برازيل، يعني فريق المصري كسب البرازيل 3-0 يعني 3-0، ويتش واز ا سربرايزنج ريزلت، ودي كانت التي كانت نتيجه مذهله او نتيجه مدهشه، تمام؟ ويتش واز التي كانت نتيجه مذهله، تمام؟ كده قرينا المحادثات اللي في الدرس وقرينا هنا، تحبوا نقرا الدرس كمان؟ تعالوا نقرا القطعه دي بس حتى. Firstly, let me say دعني أقول how much we all love our children library. إزاي كلنا بنحب مكتبة الأطفال. However, بالرغم من ذلك, it now needs some work. هي دلوقتي محتاجة بعض العمل. The children don't like it anymore. الأطفال مش بيحبوها بعد، يعني الأطفال ما بقوش بيحبوها. Because it looks old. عشان بقت قديمة. And needs painting. وعايزة دهان أو يعني نلونها. We want to encourage children to use the library again. احنا عايزين نشجع الاطفال ان هم يشاهدوا المكتبه تاني. At our community meeting في اللقاء المجتمعي بتاعنا, we decided to improve the building. احنا قررنا ان احنا نطور المباني. We want to invite you to help us. احنا بندعوك ان انت تساعدنا. We got some ideas. عندنا بعض الافكار from the مشروع السعاده community project, مشروع السعاده المجتمعي بتاعنا. You can see a photo of their work above. ممكن تشوف الصورة بتاعتنا فوق. Every year a group of people go to Hisa. كل سنة مجموعة من الناس بيروحوا Hisa اللي قلت لكم عليها. Near أسوان, قريبة من أسوان. To paint the houses. بيلونوا البيوت هناك in colors of happiness. بألوان السعادة. فعلا ألوان البيوت في أسوان جميلة جدا. We are going to do the same thing. احنا نعمل نفس الشيء here هنا. It will make our library look exciting. ده بيخلي مكتبتنا جميلة جدا. Furthermore, بالعلاوة على ذلك, the library will become a tourist attraction. المكتبة كمان هتبقى مكان جذب للسياح. To conclude, لكي أختم, we are looking for volunteers. احنا بندور على متطوعين to help us plan, علشان يساعدونا plan and complete the project, نخطط ونكمل المشروع. If you are interested, لو انت مهتم, please contact me, من فضلك كلمني. تمام؟ ده الليسون بتاع 3، ما فيهوش اي حاجه، يونت 3 قصدي، ليسون 5 و 6، ما فيهمش اي حاجه، كلمات ما فيش غير بيكاز وسو. الحل انا حلاه كله، حل يا جماعه، حل ليسون 3 يونت، سوري حل يونت 3 كلها في كتاب المعاصر هنا.
هتلاقوا فيه فيديو مكتوب فيه حل كتاب المعاصر يونس 3، فهتلاقوني حلها كله. فكده ليسون 5 و 6 ما فيهوش اي حاجه تانية، الحل هنا موجود. ان شاء الله هحل لكم برضو الاسئله بتاعه كتاب جيم في فيديو لوحده. اتمنى يكون الدرس عجبكم، ويكون طبعا درس خفيف وسهل وبسيط عليكم، وربنا يوفقكم يا رب العالمين. و don't forget you can do it.